المكان وكان له في الحضور عنوان، دلوقتي أصبح أثر تاريخه يحكي اللي كان، هرم مسلة ومئذنة وتاريخ كبير وزمان، فرعنة ومقدون وصين ومن رومان واليونان، هنزور مكان ومكان وإحنا بصحبة فلان. صوت العرب من القاهرة يقدم زيارة المكان بصحبة فلان. زيارة المكان بصحبة فلان، معكم فيها اليوم شادي البيلي خبير سياحي ومستشار سفريات. زيارة المكان بصحبة فلان، إعداد وإخراج سعدية حسين. هكون معاكم النهاردة أنا شادي البيلي خبير سياحي ومستشار سفريات، وهنقوم بعمل جولة لواحدة من أهم الأماكن الأثرية والسياحية زي ما تعودنا، وإن شاء الله هتكون اكتشافات لكثير من الأماكن الجديدة اللي دايما اتعودنا نحن نتكلم عنها. النهاردة هنتكلم عن واحدة من أهم المدن الجديدة والمدن السياحية اللي يمكن بشوف إن هي محتاجة إن احنا نلقي الضوء عليها، بتسمى طبعا بقلعة الصناعة في مصر، وهي مدينة المحلة الكبرى. يمكن حبيت أتكلم عن مدينة المحلة الكبرى لأن كتير من الناس يمكن عارفين طبعا لأن اسمها قلعة الصناعة، فيمكن هي مشهورة أن هي مدينة صناعية من الطراز الأول. طبعا حبيت أن أنا أقول أن مدينة المحلة الكبرى هي مدينة أنا بشوف أن هي مدينة أثرية وسياحية كمان، مش بس مدينة صناعية. وطبعا إحنا تعودنا أن إحنا بنتكلم عن المدن من المنظور السياحي والأثري وأهم المعالم الأثرية والجغرافية اللي فيها، فحبيت أقول أن مدينة المحلة الكبرى مش بس مدينة صناعية زي ما هي طبعا من أشهر قلاع الصناعة في مصر وطبعا في الشرق الأوسط ويمكن كمان في العالم، لا، مدينة المحلة الكبرى كمان هي مدينة سياحية وأثرية. وحبيت أن أنا أكلمكم وأعرفكم على أبرز الأماكن السياحية والأثرية الموجودة فيها، وبجد فعلا فيها أماكن أثرية وسياحية مش موجودة في أي مكان يمكن في مصر كمان أو في العالم. هنبدأ أول حاجة هنتكلم فيها عن مدينة المحلة الكبرى، هي طبعا مدينة مصرية ومن أكبر مدن محافظة الغربية. يبقى كده مدينة المحلة الكبرى هي بتقع في محافظة الغربية ويمكن من أهم المدن وأكبرها في محافظة الغربية طبعا في شمال مصر. طبعا مدينة المحلة الكبرى هي مركز صناعة الغزل والنسيج بمصر، طبعا ده بسبب وجود مصنع وشركة مصر للغزل والنسيج اللي طبعا بيعمل فيها العديد من سكان المدينة، وزي ما قلنا هي تعتبر قلعة الصناعة في مصر. تبعد مدينة المحلة الكبرى عن القاهرة حوالي 110 كيلو وعن الإسكندرية حوالي 120 كيلو، وطبعا هي من مدن دلتا النيل الداخلية، تبعد حوالي 25 كيلو متر عن مدينة المنصورة وكفر الشيخ وطنطا بالتساوي. مدينة المحلة الكبرى يمكن الاسم زي ما احنا تعودنا ان احنا طبعا بنشوف ايه سبب تسمية كل مدينة، لما نتكلم عن مدينة المحلة الكبرى الاسم طبعا اللي سبب ان هي سميت بالمحلة الكبرى طبعا لان في كتير من المدن او القرى حوالين المحلة، زي محلة ابو علي، محلة حسن، محلة الزيات، يعني في كتير من القرى اللي حوالين المحلة كان اسمهم محلة كذا او يتبعها الاسم، ولكن المحلة هي كانت اكبر هذه المدن او المراكز، فمن هنا اطلق عليها المحلة الكبرى اللي هي اكبر واحدة في المراكز الموجودة في هذا الوقت، ومن هنا اطلق عليها كلمة المحلة الكبرى. كمان لما نيجي نتكلم عن تاريخ المدينة، كانت المدينة طبعا مركز حضاري في قلب الدلتا،
في العصر الروماني، وذكرت في الكثير من الكتب وذكرها كثير من المؤرخين، وكمان كانت في كتب القبط ذكرت باسم دقلة. طبعا بعد الفتح الإسلامي لمصر سماها القائد سعد الدين الأنصاري بمحلة دقلة، وطبعا ذكر أيضا أن اسمها محلة شرقيون. وبعد كده اتصلت بناء مدينة المحلة مع قرية صندفة المقابلة لها، فأصبح باسم مدينة واحدة باسم محلة الكبراء، لأنها كانت في ذلك الوقت من النفوذ والحكام، وكانت المكان لإقامة الأمراء والشيوخ، وعدلت بعد ذلك إلى مدينة المحلة الكبرى. يعني كانت بتسمى بمحلة الكبراء اللي هي فيها الأمراء وفيها النفوذ والشيوخ، وبعد ذلك عدلت وبقت اسمها مدينة المحلة الكبرى. ده بالنسبة لي التاريخ وتعديل الاسم أكتر من مرة. كانت المحلة طبعا لسمنود في عهد الفاطميين، وبعدما أصبحت المحلة عاصمة إقليم الغربية استمرت كذلك مع تغيير العصور. وطبعا وقت الحملة الفرنسية في العصر العثماني كانت في الوقت دوت موجودة بشكل أكبر وبشكل أنشط. وطبعا مدينة المحلة أنا حبيت أن احنا يعني ألقي الضوء عليها وأقول أن هي مدينة تاريخية، مش بس مدينة أثرية وسياحية، لا، في عصور مختلفة تغيير اسمها أكتر من مرة، وكمان استمرت حتى وقتنا هذا في أن هي تكون طبعا لها تغيير أكثر من مرة. كمان لما بنتكلم على مدينة المحلة الكبرى يمكن لها وضع في الطقس بتاعها. الطقس طبعا اللي كان بيبقى فيه نسبة رطوبة عالية، وده اللي ساعد ان هي يتم فيها صناعة الغزل والنسيج، لان الجو بتاعها هو من اكتر المناطق اللي بيتساعد على هذه الصناعة، فيمكن الجو كمان بتاعها مميز بالرطوبة العالية شوية. كمان بنتكلم على مدينة المحلة، يمكن معظم الأماكن السياحية والأثرية الموجودة فيها بتتركز في أكتر من نوع، ولكن أنا حابب أتكلم على مظهر أثري وسياحي مهم جدا، يعني يمكن هو كمان كان سبب أن أنا أختار مدينة المحلة الكبرى، وهو برج الساعة. برج الساعة هو من أبرز المعالم المعمارية بالمحلة الكبرى، بنيت بعد إنشاء شركة مصر لغزل النسيج في عام 1947. يبلغ طول الساعة حوالي 90 متر، يبلغ طول العقرب الكبير للساعة حوالي 225 سنتي، أي ما يعادل طبعا 225 متر، ويتمثل في وجود أربع مصابيح نيون عليه. يبلغ طول العقرب الأصغر 125 سنتي، أي ما يعادل حوالي 125 متر. طبعا توجد الساعة بجوار استاد المحلة الشهير وبجوار الشركة. الساعة دي واحدة من أهم معالم مدينة المحلة، ويمكن مش موجود ساعة بهذه الضخامة وبهذا الطول في مصر كلها. كتير من الناس بيروحوا يتصوروا عند الساعة دي، وتحولت إلى مظهر سياحي وأثري مهم جدا لمدينة المحلة ولسكان مدينة المحلة. كمان موجود بالقرب من هذه الساعة مجموعة من الحدائق الجميلة، مما يعطي مظهر جميلا ليلا للزائر. كل الناس بتروح هناك تتفسح، وبيبقى منطقة فيها متنزهات، ده كل ده بالقرب من شركة الغزل والنسيج. فأصبح المكان مش بس زي ما قلنا قلعة صناعة أو شركة غزل والنسيج، لا، تحول المكان ان هو يكون سياحي وأثري ومعلم في وجود استاد المحلة الكبرى الشهير اللي بيتقام عليه دايما المباريات المشهورة. فبتبقى بالنسبة للزائر هي رحلة متكاملة، رحلة رياضية، رحلة ترفيهية، رحلة أثرية، عشان الساعة دي كله يتفرج عليها. طبعا الصوت كمان الساعة مميز في مدينة المحلة الكبرى، الصوت الساعة دايما بتدق وصوتها عالي جدا بنغمة معينة قريب من كل أذان ومستمعي هذا الصوت في المحلة الكبرى. كمان الساعة كانت مصدر لجذب العديد من السياح والمشاهير ان هم يجوا يشوفوا هذا المعلم الأثري المهم وهذا المشهد البديع اللي مش موجود في مصر غير في هذه المدينة التاريخية.
التاريخية والأثرية. كمان هنتكلم عن تاريخ الساعة وازاي انشئت او تاريخها. يعني طبعا ساعة شركة مصر غاز ونسيج او ساعة شركة المحلة زي ما بيطلق عليها هي من ابرز المعالم المعمارية. زي ما قلنا شركة مصر غاز ونسيج بالمحلة الكبرى تم انشائها على يد المهندسين الانجليز، وذلك بعد انشاء الشركة على يد طلعت باشا حرب. نجد في هذه الساعة طبعا اثر العمارة الانجليزية القديمة، فهناك شبه وإن يعني لم يكن بالكثير بينها وبين الساعة الموجودة في لندن وهي ساعة بيج بن. يمكن في بعض الشبه منها، ولكن من حيث الطول هو الطول أو الضخامة يعني نفس الفكرة، ولكن هنتكلم على التصميم والتفاصيل في الساعة نفسها. طبعا مختلف عن ساعة بيج بن، ولكن هي شبهت بها. يعني تعتبر ساعة الشركة أعلى برج وقتي في العالم، وده يعتبر أيضا ثاني أقدم برج وقتي في العالم. يعني من حيث أعلى برج هي ساعة الشركة بتعتبر أكبر برج وقتي في العالم، ويعتبر أيضا ثاني أقدم برج وقتي في العالم. وهنا حنتكلم على حاجة يعني تاريخية، وزي ما قلت ليها أهمية كبيرة جدا في العالم كله مش بس في مصر، فدي لازم طبعا كلنا نبقى عارفينها ونروح نتفرج عليها ونتصور معاها كمان، لأن أنا بشوف إن هي محتاجة إن هي تاخد اهتمام وضوء أكتر من السائحين ومن الزائرين في مصر. هنتكلم على واحدة كمان من المعالم المهمة في مدينة المحلة، خوخة اليهود، بيطلق عليها خوخة اليهود. طبعا هو كنيس في منطقة اسمها سوق اللبن بمدينة المحلة الكبرى، وانشأت في عام 1044، وكانت في الماضي مزارا لليهود في المحلة حتى هاجروا من مصر، وكان يقام احتفال في شهر مايو كل عام، الى ان هذا المعبد طبعا عصر داخل المعبد على لفائف مكتوبة على جلد من الغزال. فهو طبعا منطقة خوخة اليهود في المحلة منطقة اندثرت، ولكن هي معروف مكانها ويعتبر منطقة أثرية بتدل على ان كان فيه في المكان ده تاريخ وأثر كبير جدا. نتكلم كمان على آثار الدينية الأخرى الموجودة في المحلة، لازم طبعا نذكر المساجد. المساجد في مدينة المحلة حدث ولا حرج، المحلة بها العديد من المساجد والآثار الإسلامية. فذكر أن في عدد من المساجد الأثرية في المحلة يبلغ حوالي 366 مسجد، وعدد حماماتها حوالي 5 حمامات يعني أثرية، ومنها طبعا الوكالات والحمامات والخانات والعديد من المظاهر الأثرية. بنتكلم على أهم هذه المساجد أو أشهرها، هو مسجد العمري. مسجد العمري أقدم مساجد المحلة، يعود بناؤه إلى سنة 508 في عهد الحاكم بأمر الله، وسمي بالعمري تيمنا بمسجد عمرو بن العاص، أقدم مسجد بمصر. توجد لوحتان من الرخام بالمسجد بالخط الكوفي المظهر، الأولى بها اسم باني المسجد القاضي أبي الفتح المسلم ابن علي ابن الحسن الرصعاني، والثانية بها آيات من القرآن واسمها أئمة الإسماعيلية. طبعا المسجد موجود حتى وقتنا هذا، وهو مزار للكثير من السياح وطبعا لكل زوار مدينة المحلة الكبرى. Thank you.
كمان هنتكلم عن مسجد هو يمكن الأشهر في المحلة الكبرى، مسجد المتولي. مسجد المتولي زي ما يطلق عليه أو مسجد الطريني تبلغ مساحته حوالي فدانين، وهو بذلك أكبر مساجد المحلة ومن أكبر مساجد محافظة الغربية كمان، يتبع في عمارته نظام الإيوان والأروقة. أكبر تلك الأروقة هو رواق القبلة الذي به 5 صفوف، ثم الرواق الغربي به 4 صفوف، ثم الرواق الشرقي به 3 صفوف، وأخيرا الرواق الشمالي به رواقين بإجمالي 149 عمود. بالمسجد منبر خشبي مطعم بالعاج والصدف، ورمم المسجد في القرن 19 تحت إشراف شرفي بيك ومحمد الجمل. يمكن مسجد المتولي هو واحد من أهم المساجد في مدينة المحلة، وكمان في حمامات بيطلق عليها حمام المتولي، ودي حاجة أثرية. يمكن هو المسجد أو يعتبر من المساجد القليلة في مدينة المحلة الكبرى اللي بيبقى ليها طابع أو الحمامات أو الحاجات اللي هي الأثرية اللي احنا كنا بنسمع عنها زمان، وغير الشكل النمطي أو الشكل المستحدث للمساجد في مصر. كمان هنتكلم على مسجد من المساجد الشهيرة، مسجد الحاج عبد الله عاصي. أنشئ هذا المسجد سنة 1135 هجري، وطبعا أكمل بناء المسجد على يد والديه محمد وإسماعيل. لم يبقى من بناء الجامع القديم إلا مئذنته، وهي قاعدة مسمنة تعلوها طبق أسطوانية بنايتها خوذة مخوصة. يقع هذا المسجد في منطقة سوق الليمون بشارع أبو سيفين المتفرع من الشارع العباسي القديم بمدينة المحلة الكبرى. رمم المسجد وتم افتتاحه عام 2022، يعني بنتكلم على الترميم وتم من فترة قريبة. في كمان مسجد أبي الفضل الوزيري، أنشأه الشيخ أبي الفضل الوزيري في القرن الثامن الهجري بسويقة النصاري، وهو مبني على الطراز المملوكي، ولكن لم يبقى من بنائه الأصل إلا المأذنة. تغيرت عمارة المسجد، تم ترميمه عدة مرات، وكانت أبرزها في عام 1278 في العصر العثماني. حبيت أن أتكلم على العديد من المساجد، طبعا محتاجين نتكلم عن مساجد تانية كتير جدا، ولكن أنا حبيت أقول على أشهر وأبرز المساجد الموجودة بمدينة المحلة الكبرى. نتكلم كمان على الجزء الثقافي الخاص بالثقافة في مدينة المحلة الكبرى. هنلاقي عندنا في تنوع جميل جدا في مدينة المحلة من حيث الثقافة. بالمحلة طبعا فيها مكتبة من أشهر المكتبات، هي مكتبة المحلة الكبرى العامة، ودي موجودة في ميدان السك الحديد، وبنيت عام 1936. كمان في قصر ثقافة المحلة الكبرى اللي تخطى عمره 130، وكان منزل عبد الحي باشا خليل. طبعا بدأت وزارة الثقافة حاليا في تطويره في عام 2023، وهو بيتم ترميمه حاليا، لأن طبعا شكل القصر بديع جدا، وهو يعتبر قصر تاريخي، فإن شاء الله بيتم ترميمه في الوقت الحالي. واحد من أهم أصول الثقافة في مصر، ويمكن بيمتاز بالطابع الأثري اللي موجود عليه، وكان منزل لعبد الحي باشا خليل، وهو قام بانتدابه ووضعه تحت تصرف الثقافة ووزارة الثقافة في مصر. من أهم مسارح الموجودة في مدينة المحلة الكبرى مسرح غزل المحلة اللي سعته حوالي 500 كرسي، وكمان في مسرح 23 يوليو اللي سعته حوالي 420 كرسي، ومسرح قصر ثقافة المحلة. المسارح دي كلها بيتم عمل فيها العديد من المسارح والندوات الثقافية اللي بتقوم بعروض ترفيهية في أوقات مختلفة على مدار العام. كمان يمكن من أبرز وأكتر المدن الصناعية في العالم المعروفة بصناعة الحرير والكتان، وكانت أيضا مركزا للزيوت في القرن 9 الهجري، وكانت بتقوم بعمل حلق الحرير والكتان،
وكانت بتضم حجم انتاج من المدينة ضخم جدا، وده اللي خلى احد مهندسي الحملة الفرنسية ان هم يعتبروها مركز للملابس اللي بتصنع من الحرير، وكانت مشهورة على مدار التاريخ. عندما بدأت صناعة النسيج في مدينة المحلة بشكل كبير عام 1927 عندما انشأت على يد طلعت حرب باشا وعبد الحي خليل، قاموا بشركة مصر غزل والنسيج. بنتكلم على هذا المشروع، هو كان من أهم المشاريع اللي قامت عليها مدينة المحلة الكبرى، وبقى ليها أهمية اقتصادية غير أهميتها كموقع وأهميتها السياحية والأثرية اللي احنا كنا عليها من خلال المساجد والعمارة وكمان ساعة الشركة وهي المعلم الأثري البارز في مدينة المحلة الكبرى. بنتكلم على الزراعة، كمان بيوجد تنوع من الزراعة في المحاصيل التقليدية كالأرز والقمح وقصب السكر والبصل في مدينة المحلة الكبرى، وكمان بيوجد في المدينة مطحن كبير جدا لطحن أهم هذه المحاصيل الزراعية. أهم المحاصيل طبعا هو القطن طويل التيلة الذي طبعا يورد لمصانع النسيج، كمان في العديد من المزارع أو الزراعات الموجودة في مدينة المحلة الكبرى اللي طبعا بتستغل بسبب الطقس بتاعها ووجودها في الدلتا. نتكلم على ميدان الشون. يمكن ميدان الشون في المحلة هو ميدان شهير وميدان رئيسي وميدان حيوي جدا في مدينة المحلة الكبرى، يمكن هو بيتم فيه الاحتفالات وبيتجمع فيه دايما أهالي المدينة لإقامة كل الاحتفالات المختلفة طوال العام. بنتكلم على ميدان البندر، هو ثاني ميدان مهم أو مشهور في مدينة المحلة الكبرى، يبعد يعني مسافة بسيطة عن ميدان الشون، وده برضو من أهم الميادين الحيوية في مدينة المحلة الكبرى. بنتكلم على بعض الأحياء أو المناطق المشهورة زي ما طبعا منطقة طبعا أثرية مهمة جدا، منطقة الثعبانات، منطقة ليها عبق وليها تاريخ كبير جدا في مدينة المحلة الكبرى. بنتكلم على سوق اللبن وبعض المناطق الشعبية واللي طبعا ليها تاريخ كبير جدا، منطقة صندفة من المناطق الموجودة في المحلة. بنتكلم على منطقة الشعبية، منطقة الجمهورية، بنتكلم على منطقة أبو شاهين، يعني المحلة بيها العديد من المناطق اللي طبعا مشهورة لأهل وسكان المحلة الكبرى. حابب كمان أتكلم على الفولكلور، زي ما تعودنا نحن بنتكلم عن كل مدينة بنتكلم على جزء الأكل والمشروبات اللي فيها واللي بيميز هذه المحافظة كأكلات إن كان ليها طابع خاص. يمكن مدينة المحلة الكبرى على مستوى جمهورية مصر العربية بتتميز بالفول والطعمية ومحلات المأكولات الشعبية. لما يعني بنتكلم على أي حد بيروح مدينة المحلة الكبرى أو على مستوى جمهورية مصر العربية بيقول إن المحلة الكبرى ليها طريقة معينة وطعم مميز في سندوتشات الفول والطعمية من الكثير من المحلات الشهيرة اللي موجودة في مدينة المحلة الكبرى اللي طبعا بتطوف كل محافظات مصر. ويمكن المحلوية ليهم طريقة في عمل الفول والطعمية، بيحطوا على الفول الزيت الحار، دي يمكن من أكتر الحاجات المميزة بيها كفولكلور أو طابع خاص بأهل مدينة المحلة الكبرى. يمكن من أشهر المشروبات عند المحلوية أو موجودة بكثافة في مدينة المحلة الكبرى عصارات القصب أو عصير القصب بشكل كبير جدا. نتكلم كمان على مطاعم الخاصة ب الفطاير والفطير المشلتت والفطاير والعسل، وطبعا الشغل اللي هو خاص بالريف والقرى المجاورة لمدينة المحلة الكبرى اللي بتمدها دايما بالعناصر الغذائية المختلفة من فطاير ومن عسل أبيض وغيرها من المنتجات الريفية الجميلة والصحية. بكده أكون حاولت ان انا اديكو نبذة يعني يمكن عامة كده عن مدينة المحلة الكبرى. كمان بنتكلم على الجزء الرياضي الشهير وهو نادي غزل المحلة، واحد من اشهر الاندية الموجودة في مصر وله تاريخ عريق جدا. استاد المحلة الكبرى يمكن بيشهد زيارات كبيرة جدا نظرا لتاريخه
طبعا وجود العديد من الاحداث اللي بتقام عليه، سواء كان من احتفالات او اي حاجة خاصة بسكان المحلة الكبرى او بتاريخ المحلة الكبرى او بالاحداث الاحتفالات اللي بتتم فيها، بتتم على استاد غزل المحلة لو محتاج يكون فيه ساعة جماهيرية كبيرة جدا. فريق غزل المحلة عبر العصور كان بيبقى ليه نصيب الاسد، ومن هنا كمان كلمة غزل المحلة، وطبعا ده كان سبب في زيادة شهرة شركة مصر للغزل والنسيج. ففي الجزء الرياضي كمان المحلة ليها بصمة واضحة، وده اللي انا كنت حابب اتكلم عليه النهاردة، ان مدينة المحلة الكبرى هي قلعة الصناعة وهي الاشهر صناعيا، ولكن على مستوى الرياضة، على مستوى الاثار والسياح والمعالم السياحية، وكمان على مستوى المأكولات والأطعمة، هي كمان ليها بصمة واضحة وليها بصمة فريدة. بنصح كل الناس ان هي تزور مدينة المحلة الكبرى وتزور محافظة الغربية. يمكن احنا محتاجين ان احنا نشوف الكثير من المدن في وسط الدلتا وفي قلب مصرنا الجميلة، وكل محبين التجديد واللي حابين ان هم يشوفوا اماكن كبيرة او اماكن مميزة وليها طبع خاص، انا بنصح بزيارة مدينة المحلة الكبرى. ويمكن انا بوصي تحديدا بساعة المحلة الكبرى، زي ما قلنا تاني اقدم ساعة وقتية في العالم، بنصح بزيارتها، كل الناس تاخد صور معاها، وهتنبهروا جدا لما تعرفوا ان ساعة زي دي موجودة في مصر وتحديدا في مدينة المحلة الكبرى. دايما بكون سعيد وانا موجود معاكم، واتمنى ان انتم تكونوا اتبسطتوا معايا في هذه الزيارة لمدينة المحلة الكبرى. سعيد ان كنت معاكم، انا شادي البيلي، خبير سياحي ومستشار سفريات في اذاعة صوت العرب، برنامج زيارة المكان بصحبة فلان. زيارة المكان بصحبة فلان. زيارة المكان بصحبة فلان. معكم فيها اليوم زيارة المكان بصحبة فلان، إعداد وإخراج سعدية حسين.